السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا في كل مكان مرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي حوار الساعة. يسمونها مهنة المتاعب تارة، ويسمونها أيضا مهنة أصحاب الجبة السوداء تارة أخرى، ومهنة القضاء الواقف في مواقع عدة. ومهما اختلفت التسميات فإن الإجماع حاصل في كونها رسالة نصرة الحق والدفاع عن المظلوم واستقصاء العدل، وكذا تأكيد سيادة القانون. بالتأكيد أدركتم أن الحديث هذا المساء يتناول موضوعا بالغ الأهمية من حيث ارتباطه بحق من الحقوق الدستورية الأساسية للمواطن، ألا وهو الحق في الدفاع ومن خلال مهنة المحاماة. المهنة النبيلة والعريقة التي مارسها العديد من رؤساء العالم وكذا زعمائه، نيلسون مانديلا، المهاتما غاندي، أبراهام لينكولن، فرانسوا ميتيران، والقائمة طويلة وطويلة جدا. مهنة تمناها الملوك أيضا. الملك لويس الثاني عشر قالها صراحة: لو لم أكن ملكا على فرنسا لكنت محاميا. مهنة لبس جبتها الشرفية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وبفضل ما تحقق للمهنة من مكاسب تحت رعايته السامية يمكن اعتباره وبدون منازع المحامي الأول في البلاد. للحديث عن الموضوع ضيفي هذا المساء حاصل على شهادة ليسانس في الحقوق من جامعة قسنطينة العام 1979، شغل ضيفي منصب رئيس محكمة المسيلة في الفترة الممتدة بين العام 1986 إلى العام 1984، ليلتحق بعدها بمهنة المحاماة. تم انتخابه عضوا بمجلس منظمة المحامين من العام 1987 إلى العام 2001، ثم انتخب في عام 2002 نقيبا لمنظمة المحامين بسطيف، ليتم انتخابه رئيسا للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في 29 نوفمبر من العام 2014. ضيفي هذا المساء الأستاذ أحمد ساعي، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. سعيدة غاية السعادة باستضافتك هذا المساء، أهلا بك، شكرا على تلبية دعوة برنامج حوار الساعة. شكرا لك الأستاذة فريدة، والشكر والتحية موصول إلى جميع الجمهور الذي يتابع هذه الحصة الناجحة بامتياز. شكرا جزيلا. شكرا. أستاذ أحمد، إذن احتفت أسرة الدفاع الأسبوع الماضي بعيدها الوطني، اليوم الوطني للمحامي، المصادف للثالث والعشرين مارس من كل سنة، وهو تاريخ استشهاد المحامي علي بومنجل عام 57 على يد فرقة المظليين للجيش الفرنسي بعد احتجازه 43 يوما من طرف المخابرات الفرنسية. وطبعا ما ميز الاحتفالات هذه السنة الرسالة الراقية جدا حرفا ومعنا، والتي بعث بها فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة للمشاركين في اللقاء، ومن خلالها أيضا للأمة كافة. رسالة رئيس الجمهورية اختيرت فيها الكلمات والعبارات بدقة متناهية، وأنزلت فيها أسرة الدفاع المنزلة اللائقة، وأعرب من خلالها السيد الرئيس عن تقديره لجهود هيئة الدفاع، وأكد فيها ضمانات استقلاليتها وحريتها. كيف كانت مجريات اللقاء الأسبوع الماضي، وكيف تلقت أسرة الدفاع رسالة السيد الرئيس؟ شكرا. على كل حال، اليوم الوطني للمحامي هذا يحتفل المحامين منذ سنة 2006 سنويا، وتم اختيار هذا اليوم تخليدا لاستشهاد المحامي الأستاذ علي بومنجل،
وكثير من المحامين الذين استشهدوا أثناء الثورة التحريرية لأسباب ولدواعي مهنية. فعلا. في هذا اليوم على كل حال تلقت أسرة الدفاع رسالة فخامة رئيس الجمهورية اللي بالمناسبة أقدم له الشكر الجزيل على رعايته لهذا اليوم الوطني للمحامي، كما قام برعاية الندوة الوطنية الأولى للمحامين سنة 2006. من خلال هذه الرسالة التي نعتبرها تشريف لمهنة المحاماة وتكريم ورفعة لمهنة المحاماة، فخامة رئيس الجمهورية أكد على أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة ومستقلة وترتبط بقيم العدالة وترقية حقوق الإنسان والحرية والمساواة. ذكر أيضا بأمجاد المحامين أثناء الثورة التحريرية في الدفاع عن المجاهدين المعتقلين. كما تعرفي الأخت فريدة، كثير من المحامين تم اغتيالهم من طرف الاستعمار الفرنسي أثناء الثورة التحريرية، وكان ذنبهم الوحيد أنهم دافعوا عن معتقلي جبهة التحرير الوطني. وهنا أحيي أرواح هؤلاء المحامين سواء الذين استشهدوا أو الذين توفوا من بعد، بما في ذلك زملائنا المحامين الفرنسيين اللي كانوا أصدقاء الثورة الجزائرية. كانوا أصدقاء، عندهم ثلث شهداء، هما يعني أنا ذاك يعني انحازوا إلى شرف المهنة ونبلها ودافعوا ضد دولتهم. تحية مزدوجة لهؤلاء الذين اختاروا القيم الإنسانية ونبل المهنة. كذلك ورد في رسالة فخامة رئيس الجمهورية أن المحاماة هي رسالة عظيمة وركن من أركان العدالة لتحقيق المحاكمة العادلة وتجسيد سيادة القانون. ذكر فخامة رئيس الجمهورية أيضا بقانون المحاماة الصادر سنة 2013 والذي يؤكد على حرية واستقلالية المهنة. وذكر فخامة رئيس الجمهورية في هذه الرسالة بالتعديل الدستوري لسنة 2016 الذي من خلاله استفاد المحامي من الضمانات القانونية وحماية من كل أشكال الضغط وتوفير أسباب ممارسة المهنة. وفي الأخير ذكر رئيس الجمهورية بأنه لا بد من التمكين لهذه الرسالة العظيمة، رسالة مهنة المحاماة للمساهمة في بناء دولة الحق والقانون. إذن هي رسالة قوية جدا تحتوي أستاذ أحمد، حتى نتمكن اليوم من التمكين لهذه المهنة التي تعد رسالة نبيلة جدا وحتى تمارس في ظروف من الحرية والاستقلالية. طبعا كان لابد من توفر ضمانات كثيرة. هل الضمانات التي منحها السيد الرئيس كفيلة في تقديركم بتمكين المحامين من ممارسة مهامهم؟ أولا هي ضمانات موجودة في قانون المهنة 2013، والضمان الأخير هي المادة 170 من التعديل الدستوري الذي حصل سنة 2016 التي تنص على استفادة المحامي من الضمانات القانونية وحماية المحامي من كل أشكال الضغط وتوفير أسباب الممارسة بكل حرية. هذه المادة الدستورية التي وردت في الدستور بعد تعديل 2016 لا بد من ترجمتها على أرض الواقع. كيف يتم ترجمتها؟ نحن في مجلس الاتحاد ندرس مقترح حول تعديل قانون المهنة في هذا الصدد لحماية المهنة، وبالتالي فإن الترجمة تكون بصدور نص تشريعي. بالضبط. نعم بالضبط. سنأتي لتفصيل ذلك، لأنه باعتبار المادة 170 هي عبارة عن حكم دستوري لابد أن يترجم واقعا، سواء من خلال مشروع قانون المحاماة الذي يعد تحضيره الآن أو من خلال نصوص قانونية أخرى. قبل ذلك وقبل أن نواصل نقاشنا أستاذ أحمد، نتوقف عند هذا الفيتيار الذي أعدته الزميلة فيروز هرنوف بالكبير، وحاولت من خلاله الرجوع إلى أجواء أحياء اليوم الوطني للمحامي وتفاصيل الرسالة، رسالة السيد رئيس الجمهورية إلى أسرة الدفاع في الجزائر وإلى الأمة كافة، والتي قرأها نيابة عنه معالي وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب لوح. نتابع هذه القراءة ونعود للنقاش من جديد. اليوم الوطني للمحامي،
يوم يحتفي فيه أصحاب هذه المهنة النبيلة بمسارهم المثقل بأبلغ الرسائل الإنسانية والوطنية الجامعة بين حماية حقوق الإنسان وحريات الأشخاص من جهة ومسؤولية صون المجتمع والأمة من مختلف الآفات والشوائب من جهة ثانية. هو يوم يرتبط تاريخه أيضا بفترة استشهاد النقيب علي بومنجل أحد أعمدة مهنة المحاماة في الجزائر، ولهذا الارتباط من الرمزية أكثر من دلالة توحي بالإسهام الكبير لحاملي مشعل المحاماة في الدفاع عن الوطن وأبنائه عبر الزمن والتاريخ. الذكرى هذه السنة ميزتها رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي خص بها ممارسي مهنة المحاماة في عيدهم الوطني، والتي أبرز من خلالها ما قطعه قطاع العدالة بالجزائر من أشواط معتبرة مكنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري. وأود أن أذكر في هذا السياق بالاهتمام الخاص الذي أحيطت به هذه الهيئة في رسالة التكليف الخاصة بإصلاح العدالة، نظراً لما كان يمثله موضوع إعادة النظر في مهنة المحاماة من أهمية لاعتبارات عديدة، من أبرزها ما كانت تحتاج إليه، بل من أبرزها ما كانت تحتاج إليه لتكييفها مع المتطلبات الجديدة الاقتصادية والاجتماعية ومع المبادئ الدستورية والمعاهدات الدولية المصادقة عليها. السيد الرئيس وبعد أن ذكر بالمكانة الهامة التي تتبوأها هيئة الدفاع كونها همزة الوصل بين المواطن والعدالة وما حققته اليوم من مراتب متقدمة من التأهيل والاحترافية، ذكر بما سخرته الدولة من إمكانيات من أجل تقريب العدالة من المواطن على كامل التراب الوطني وتسهيل لجوء المواطن إلى القضاء، وكذا ما أحرزه القطاع من تقدم ملحوظ في مجال تعزيز الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع بما يتكيف والمقتضيات الدستورية الجديدة، خصوصا تلك المتعلقة بحماية وترقية حقوق الإنسان. إن تعزيز مقام هذه الهيئة بعد التعديل الدستوري لعام 2016 والنص في هذه الوثيقة السامية على استفادة المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتوفر له إمكانيات ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون، هي تعزيزات قوية تضيف لهذه الهيئة المزيد من التمكين والثقة، لا سيما وقد جاءت ضمن الأحكام الدستورية المعززة لاستقلالية السلطة القضائية، ومترادفة مع الضمانات الدستورية الأخرى المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان لمنظومة متكاملة غايتها إقامة المحاكمة العادلة وتطبيق قوانين الدولة على الجميع بإنصاف. ومن هذا المنطلق حث السيد الرئيس في ختام رسالته المحامين والقضاة وكل العاملين في قطاع العدالة على العمل على تكريس دولة القانون بصرامة وحياد وجدية والمحافظة على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، قبل أن يكرم القاضي الأول في البلاد من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين نظير جهوده الجمة في ترقية هذه المهنة، لا سيما ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة.
طيب أستاذ أحمد ساعي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، على اعتبار أن الدفاع ركيزة أساسية في العمل القضائي مثل ما كنا نقول منذ حين كرست التعديلات الدستورية لسنة 2016 في المادة 170 استفادة المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، مما يتيح له ممارسة مهنته بحرية واطمئنان. طيب كنا نقول منذ حين أنه هذا حكم دستوري لابد أنه يعرف طريقه إلى التطبيق واقعا ويترجم في نصوص قانونية، كيف سيكون ذلك؟ على كل حال احنا أولا نثمن هذا التعديل الدستوري، نعم، لفائدة المهنة. أكيد. وثانيا نحن في مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين نعكف على تقديم اقتراحات بهذا الشأن من أجل حماية المحامي، من أجل حصانة المحامي، حصانة مكتب المحامي، لأن هذه الامتيازات الواردة في الدستور هي في الأساس ليست امتياز المحامي، لأن المحامي كل ما يكون محمي ويكون قوي النتيجة تكون لصالح المتقاضين. مثلا كما يتعلق الأمر بحماية مكتب المحامي، مكتب المحامي عندما يحمى فإن في الأساس هي ملفات المتقاضين. نعم. عندما تحمى الاتصالات الهاتفية ما بين المحامي والزبون هي فعلا من أجل حماية المتقاضين. فعلا. عندما تحمى الملفات القضائية إذن سوف نقدم اقتراحات لوزارة العدل. نعم. وسوف نعقد اجتماعات متتالية مع وزارة العدل من أجل التوافق حول التعديلات التي سوف نقدمها والتي تندرج ضمن ترجمة المادة 170 من الدستور. طيب أنا نرجع بك إلى الوراء، نرجع بك إلى سنة 1999 لما يعني بادر فخامة رئيس الجمهورية بعد اعتلائه سدة الحكم مباشرة برنامج إصلاح العدالة. طبعا تم إنجاز هياكل قضائية كبيرة وكبيرة جدا في كافة أرجاء التراب الوطني، تجهيز جميع المرافق القضائية بالوسائل اللائقة للعمل وإحداث تقدم غير مسبوق في مجال العصرنة انعكس أثره على الجميع، قضاة ومحامين ومتقاضين. أيضا تعميم الوسائل الإعلامية والإلكترونية مثل ما ذكرت منذ حين، تدارك النقص في الموارد البشرية سواء من قضاة، من أمناء ضبط وموظفين وغيرها. كيف ينظر المحامي لجملة هذه الإصلاحات الذي عرفها القطاع؟ شكرا. على كل حال سنة 1999 تم تأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي ترأسها المرحوم محمد يسعد الذي هو محامي، وضمت فطاحلة في القانون من قضاة ومحامين. وبعد مدة يعني نظن تقريبا عام، نعم، قدمت نتائج عملها في شكل توصيات إلى فخامة رئيس الجمهورية التي صادق عليها وكلف وزير العدل بتجسيدها. فعلا. العمل القضائي أو العدالة هو عمل دائم، يعني الإصلاحات هذه راهي مستمرة لحد الآن، لأن كل ما يكون هناك بعض الانشغالات يتم تصويبها وتكييفها. فعلا. من بين الإصلاحات التي تمت هي عصرنة قطاع العدالة، وهذا ناجح بامتياز. حاليا رانا نلاحظوا في عين المكان بالنسبة لأسرة الدفاع بإمكان المحامي أن ينخرط في العصرنة وبالتالي يحصل على رقم سري يستطيع بواسطته أن يستخرج أي حكم من أي جهة قضائية كانت. فعلا. مثلا محامي في الجزائر العاصمة ما يتنقلش إلى تمراس من أجل استخراج حكم، يستطيع استخراجه من مكتبه عن طريق الوسائل الإلكترونية. فعلا. وهذا العصرنا اللي على كل حال استفاد منها أيضا المواطن. نعم. بإمكانه في المحكمة العليا أن يتابع سير القضية. فعلا. والأطوار التي وصلت إليها. إذن العصرنا هذه لابد منها، ونظن باللي وزارة العدل من الوزارات المتقدمة في هذا الشأن والرائدة. وشفنا في الخارج يعني نظن باللي العصرنا نجحت بامتياز وسوف تتطور في المستقبل، خاصة أن وزارة العدل ما راهي تفكر في ما يسمى بالعدالة الإلكترونية. فعلا. ما هي العدالة الإلكترونية؟ هي أن المحامي
في المادة المدنية والإدارية يستطيع إرسال عرائضه ومذكراته إلكترونيا فعلاً. دون أن يتنقل إلى الجهات القضائية فعلاً. مما يوفر عليه عناء التنقل وربح كثير من الوقت. هذا فيما يتعلق بعصرنا. نعم. فيما يتعلق بالحريات نعم. وهذا مهم جدا. صدرت عدة تعديلات في قانون الإجراءات الجزائرية، ولكن أهمها هو التعديل الذي صدر سنة 2015 و2017. من بين هذه التعديلات الشيء اللي تحقق فيها لحد الآن، كاين بعض النقائص من بعد نرجع لها. أولا، سماح للمحامي بزيارة الموقوف للنظر في الضبطية القضائية. فعلا هذه مهمة جدا، وحاليا المحامين بإمكانهم أن يزوروا الموكلين تاعهم في امام يعني في محافظه الشرطه والدرك الوطني، مرحله تحت الحج تحت النظر، وهذا اللي كان مطلب قديم جدا. قديم جدا، هناك من يطالب بحضور التحقيق، ولكن فيه نقاش قانوني اذا كان المحامي حضر التحقيق امام الضبطية القضائيه معنى ذلك ان هذه المحاضر تصبح رسميه وليس استدلاليه. اذا لحد الان الزياره هذه مفيده جدا للعائلات، ولكي يطمئن العائلات والمحامي ينجم يشوفوا يعني في الضبطية القضائية ليطمئن على سلامته فعلا. وعدم تعرضه لأي أذى فعلا. بالنسبة للأحداث يعني اللي يكونوا أقل من 18 سنة بالضبط. وجوب حضور المحامي للاستنطاق بالضبط، وهذا وارد في قانون الطفل. الحبس المؤقت أيضا اتخذت عدة تدابير. أولا، كان سنتين، الآن لا يجوز إيداع الحبس المؤقت إذا كانت العقوبة 3 سنوات فأقل. الإفراج من طرف قاضي التحقيق أو أمر بانتفاء وجه الدعوة حتى وتستأنفوا النيابة ليس له أثر موقف، يفرج عفوا. الإفراج من طرف قاضي الحكم إذا تأجلت القضية المتهم يخرج فورا. إصلاح محكمة الجنايات حاليا صح، واللي أولا هي أيضا مطلب أولا نزع الإكراه البدني لا كونترينت باركور يعني الحبس قبل يعني المتهم إذا كان طليقا يأتي إلى محكمة الجناية طليقا فعلا. هذا مهم جدا. اثنين، محكمة الجنايات فيها أصبحت 4 محلفين قبل كانوا 2. محكمة الجنايات فيها الاستئناف وبدأت الآثار نتاعو، الآثار الإيجابية حاليا تظهر فعلا. وبالتالي هذه الإجراءات كقيمة إنسانية بدأت تعطي نتائجها، وتم إلغاء إجراءات التخلف عن الحضور، تخلف عن الحضور إيه لكونتيماس نحات العقوبات البديلة أيضا، وإن كان يعني لحد الآن التطبيقات نتاعها هناك ثقافة يعني في بعض هي كاين. أولا كاين النفع العام بالضبط، وكاين ذوك البراسي الإلكترونيك السوار الإلكترونيك كعقوبة بديلة، ولكن يعني أنا أدعو القضاة باش يفضلوا هذه العقوبات البديلة، لأن لحد الآن ثقافة ما يعني حاليا تطبق باحتشام من طرف السادة القضاة. إذن هذا كلها هذا الإجراءات كانت في فائدة الحريات وعطات العدالة كقيمة إنسانية فيما يتعلق يعني النصوص من ناحية نظرية ممتازة جدا فعلا. بقى التطبيق نتاعها نحن نأمل أن تطبق أكثر من أجل إفادة المواطن، لأن الحبس لا يقضي على الجريمة أكيد. والعقوبة لا تقضي على الجريمة، تقضي على الشريمة. الجريمة فعلا. هذه تقضي عليها منظومة تاع قيم اجتماعية، الأسرة، الوقاية بدرجة الأسرة، المدرسة، الشارع. أما الحبس وحده ما لا يقضي على الجريمة بالضبط. وشفنا في قضايا عديدة جدا بأن يعني رغم أن قساوة بعض الأحكام خاصة فيما يتعلق باستهلاك المخدرات، ولكن رأي في ازدياد. إذن لابد من تشخيص ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار الجريمة من ناحية الاجتماعية. إذن فيما يتعلق بالجانب تاع قانون الإجراءات الجزائية مهم جدا الخطوات التي تمت
لكن لحد الآن نحن نأمل في أكثر فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية في التعديلات القادمة إن شاء الله. نعم فعلا، يعني هو اليوم ربما المرجو هو أدوار وقائية حتى يعني تبقى العدالة وتبقى آخر ملجأ نلجأ له لما تكون فيه أدوار وقائية من طرف المجتمع حتى لا نصل إلى الجريمة، لأنه مثل ما قلت لا السجن يصلح ولا العقوبة حالمة. إذن بين قوسين فقط أريد أن أضيف شيء آخر، هو فيما يتعلق بالمسجونين. حاليا تم يعني تدشين عدة هياكل، أصبحت الظروف الإنسانية والمعيشية أنسب لهذا. أيضا فيما يتعلق بإدماج المساجين مهم جدا، لأن المساجين ذوك راهم يدرسوا في مؤسسات التربية ويديروا تكوين ويحصلوا على دبلومات والمشرع أيضا حفزهم كل من يحصل على دبلوم أو يجتاز بنجاح تكوين تخفض العقوبة. وهذا من أنجح الإصلاحات، هي الإدماج المساجين فعلا. أيضا المشروع الأخير اللي صادق عليه البرلمان فيما يتعلق بصحيفة السوابق القضائية مهمة جدا. أولا أن صحيفة السوابق القضائية لا تعتبر عائق للتوظيف. في السابق كان المراقب المالي يرفض ونتاع الوظيفة العمومي يرفض الملف إذا كان عنده سوابق، ولكن المشرع الآن دخل لأن هذا المسجون هذا واللي عنده سوابق هو ابن المجتمع، مش راح يعيش في المريخ، لابد من إدماجه. ومما جعل القانون فيما يتعلق بصحيفة السوابق القضائية مهم جدا، لأنه ألزم الإدارات العمومية أن لا تعترض على التوظيف المسبوقين إلا فيما يتعلق بوظائف نوعية تحدد عن طريق التنظيم. نعم، وفعلا يعني أنت تحدثت أستاذ أحمد ساعي عن جملة الإصلاحات وعصرنة القطاع مما سهل كثيرا أداء عمل المحامين، لأنه اليوم لما نشوف مثلا إمكانية استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية إلكترونية، لما نشوف إمكانية المحامين والمتقاضين من الاطلاع ومتابعة قضاياهم اللي تكون مطروحة على مستوى المحكمة العليا وعلى مستوى مجلس الدولة، نشوفوا أيضا تجسيد فكرة المحاكمة عن بعد، تمكين المحامين من نسخ إلكترونية للملفات القضائية اللي يكونوا مؤسسين فيها، في أيضا إمكانية استخراج نسخ لقرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة من المجالس القضائية أو المحاكم الإدارية. يعني هذه مكاسب كثيرة وكثيرة مكاسب جدا فيما يتعلق بالعصرنا. نعم فعلا، بإمكان المواطن من أي مجلس ولا المحامي أن يستخرج إلكترونيا حكم قرار صدر من المحكمة العليا أو قرار صدر من مجلس الدولة فعلا، دون عناء التلقي العاصمة. بقات فيما يتعلق بصحيفة السوابق القضائية والجنسية اللي تخرج إلكترونيا، يعني هو شيء غريب جدا، البيروقراطية ما زالت متغلغلة. صح، في الجزائر فقط في كل ملف يتقدم صحيفة السوابق القضائية المواطن يجيبها، ولكن بإمكان الإدارة أن تطلب من النائب العام فعلا دون أن يطلب من المواطن، رغم وجود التعليمات لكن هذه الظاهرة ما زالت موجودة. نعم، فيما يتعلق بالجنسية في جميع الدول الجنسية يطلبها المواطن أو يستخرجها مرة في حياته، وهو عندما يريد الحصول على بطاقة التعريف. نعم، ينفو عنده لا كارت ديتونتي ناسيونال اللي بريزومي الجزائريان. بالضبط، دونك لا في كل مره نطلبوا من المواطن الجنسيه، ولكن هو صح بطاقه التعريف الوطني تكفي. اذا الادارات ماذا بنا خاصه فيما يتعلق بالتوظيف والملفات الاخرى، نعم يعني تخفيف على المواطن بالنسبة لصحيفة السوابق تطلب من النائب العام يرسلها فعلا. بالنسبة للإقامة أو الجنسية بطاقة التعريف الوطني تكفي لإثبات جنسية المواطن فعلا. أستاذ أحمد، أنت تكلمت أيضا في مجال بدائل المتابعة القضائية وكذا العقوبات البديلة اللي تعد اليوم من يعني المجالات اللصيقة بحقوق الإنسان،
يعني لما لها من تأثيرات مباشرة على الحريات، وشفنا أنه تم مؤخرا يعني إدخال عدة آليات جديدة دعمت بها الترسانة القضائية في الجزائر. شفنا الوساطة في المجال الجزائي، شفنا إجراءات الأمر الجزائي، شفنا الرقابة القضائية عن طريق السوار الإلكتروني، شفنا أيضا السوار الإلكتروني كبديل للعقوبة السالبة للحرية. ما تعليقكم حول مختلف هذه الإجراءات الجديدة التي تدعم الترسانة القانونية؟ فيما يتعلق بالعقوبات البديلة، كاين العمل اللي نفعل العام اللي راهو ساري المفعول، وكاين البراسلي الإلكترونيك. هذا معمول به في العديد من الدول، وهو أن بعض المواطنين أو المحبوسين ظروفهم الصحية قد لا تقبل الاعتقال. فعلا. إذن قاضي التحقيق بدلا ما يدعو، حتى ولو كان جناية، بدلا ما يدعو في السجن يخليه فيها ومسجون في الدار نتاعو ويحدد له المسافة، وإذا تخطى تلك المسافة فإن هناك تنبيه ذاتي للمؤسسة التربية. إذن هذا مفيد جدا، أولا يخفف الضغط على المؤسسة التربية، وأيضا يخفف التكاليف. فعلا. وايضا يعطي العداله قيمه انسانيه، باش ما نقولوش العداله راهي نتاع حبس وجزر. هذا مفيد جدا. الوساطه الجزائيه راهي ايضا سائره في بعض الاحيان ويحضرها المحامي، والاوامر الجزائيه فيما يتعلق بالمخالفات ايضا والله الجنوح البسيطه، مما يخفف ايضا الضغط على المحاكم. هذه من الاصلاحات التي نجحت لحد الان. طيب نرجع بك إلى قانون المحاماة، واللي عرف قفزة نوعية سنة 2013 بصدور القانون 13/07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، وقد يعني بإجماع المتتبعين ساهم بقسط وافر في سد النقائص اللي كانت موجودة في القانون رقم 91/04. لكن الاتحاد يحضر حاليا لتعديل قانون المحاماة مرة ثانية. لماذا التعديل؟ وهل فعلا أن مسألة توسيع عهدة النقباء هي الهدف من وراء التعديل كما تروج بعض الأوساط؟ أولا قانون المحاماة لسنة 2013 راهو عنده تقريبا 5 سنوات. من بين المزايا نتاعه، أولا يعني بالإضافة إلى المبادئ القديمة وهي التأكيد على استقلالية المهنة وحريتها واستقلالية منظمة المحامين، هذا أكيد، ولكن أسس المسابقة لنيل شهادة الكفاءة المهنية المحاماة حاليا بالمسابقة. اثنين، التربص أصبح سنتين بدل من سنة. ثلاثة، تكلم عن المدارس، مدرسة المحاماة، مدارس أو مدرسة المحاماة. هذه لحد الآن نحن نطالب بتجسيدها. لماذا؟ لأن المحامي عندما يكون تكوينه ضعيف أو سيء يؤثر على العدالة. يؤثر على العدالة. العدالة قلنا راهي تمشي برجلين، المحاماة والقضاء. وبالتالي نحن من هذا المنبر نطالب معالي وزير العدل حافظ الأختام للإسراع في تجسيد المدرسة الوطنية أو مدارس المحاماة من أجل تكوين أبنائنا المحامين مستقبلا، هذا بالإضافة إلى التكوين المستمر. لأن التكوين المستمر للمحامي أصبح ضرورة قصوى. بالنسبة للتعديل، مجلس الاتحاد لحد الآن لم يتكلم أو لم يتطرق إلى عهدة النقابة. لحد الآن يعني هناك أصوات تتكلم من هنا وهناك، ولكن احنا التعديل يهمنا فيما يتعلق بترقية المهنة وحماية المحامي، وكذلك هناك تفكير أيضا، تفكير لحد الآن أنا كرئيس اتحاد لازم نمشي بإجماع النقباء. هناك من يتكلم على التخصص اللي مهم جدا، أما العهدات هذه لحد الآن لم يفصل فيها مجلس الاتحاد. تم أيضا تداول بعض المقترحات التي يسعى الاتحاد إلى إدراجها في مشروع قانون المحاماة، من بينها تعديلات قد تتداخل كما يرى البعض مع مهنة المحضر القضائي ومهنة الموثق، مثلا مسألة قبض المبالغ المالية والإبراء منها، وكذلك تحرير عقود الشركات. ما تعليقكم؟ وهل توجد أنظمة مقارنة تسمح للمحامي بممارسة هكذا صلاحيات؟ بالفعل يعني نحن نسعى إلى توسيع صلاحيات المحامي. أولا فيما يتعلق بالتمثيل. وهذا لازم يكون
تعرفي مثلا في أوروبا حاليا نعم أن في المادة الجزائية يمكن المتهم ما يحضرش المحاكمة ويمثلوا المحامي نعم. يمثلوا إلا إذا أمر القاضي بحضور المتهم يمثلوا مثلا محامي يسكن في وهران نعم. ارتكب حادث مرور في عنابة أه. ينجم يمثلوا محامي هل لازم على جال المخالفة يجي من يتنقل من وهران إلى عنابة لابد نعم. من تسهيل فيما يتعلق بالتمثيل لا ريبريزونطاسيون احنا رانا نطالبوا بتجسيدها وهذا الشيء راهو موجود في كل التشريعات العالمية نعم بالنسبة لقبض المبالغ المالية والإبراء منها نعم الإبراء منها راهي موجودة حاليا في المادة 6 من قانون المحاماة يجوز للمحامي سعي في التنفيذ ويجوز له قبض المبالغ يعني كيكلفوا مواطن باش ينفذ قرار نعم ينجم أولا يسدد إذا كان المواطن هذاك مدين وينجم يقبض نيابة عنه هذه داخلة في الاختصاصات الأصيلة نعم. لكن أستاذ أحمد هل أخذتم بعين الاعتبار المسؤولية اللي ترتب على مثل هذه المهام والتي قد تتجاوز المسؤولية المدنية لتصل إلى غاية المسؤولية الجزائية ما كانش مخالفات في هذا الشأن هذا كل المحامين حاليا راهم ينفذوا الأحكام نعم مثلا متوكل على شركة موجودة في الخارج يكلفوا المدير العام تاع الشركة باش ينفذ له حكم لتحصيل الأحكام ويديرها في القانون تاعنا في ان كونت كليون نعم يحطها ثم تحت الرقابة ما فيها مش مشكل راهي تتنفذ حاليا ما كان حتى مسؤولية نعم. المسؤولية هذه اللي كان غلط بطبيعة الحال وارتكب جرمه ويخلص صح. نحن الشيء اللي نطالب به هو توسيع صلاحية المحامي نعم. مثلا في إعداد العقود التجارية حضور المحامي مع الموثق نعم لا لا يعني المتعاقد عندما يذهب للموثق يكون مرفوق بالمحامي مستشار تاعو باش يقرا البنود هذيك لان لورسكيليا يعني دي واسمو دي زانتيري بارتيزان نعم. لازم يحضر المحامي باش يستشيروا في عين المكان يستشيروا امام الموثق حضور المحامي من الموثق فيما يتعلق بالعقود التجاريه وهذا موجود في كل الدول حضور مثلا اشكال ممارسه المهنه في الدول المتقدمة طورت المحامي مابقاش النمط القديم هذاك اللي لازم يلبس الجبة وفي المحاكم فعلا. هذه في الدول الأوروبية ولات استثناء بالضبط ولا المحامي المستثمر فعلا في أوروبا مثلا نعم. يروح مستثمر عندهم تخصص عندهم ديزافوكا فيسكاليست ايكونوميست يديروا ان مونتاج دان بروجي ان مونتاج فينونسي دان بروجي هذا المحامي المالي موجود كاين المحامي الوكيل العقاري موجودة نعم. كاين المحامي الاستثمار المحامي الرياضي على ذكر المحامي الرياضي يا أستاذ هناك مقترح آخر يلقى معارضة في بعض الأوساط الرياضية لسيما قدماء اللاعبين وهو مقترح يسمح للمحامي بأن يكون الوكيل الرياضي ما تعليقكم؟ نعم هذه موجودة في الدول كل في فرنسا مثلا أشكال مهنة المحاماة مخلينها لو سي ان بي نعم لا كونفيرونس ناسيونال دي باطوني يعني يتداول في كل مره ويخلق اشكال يخلق اشكال بالمورس المحامي الرياضي المحامي يحضر مع مثلا ميسي ولا ذاك يحضر معاه في المفاوضات نعم. ينجم يبيع اللاعبين هذه موجوده يعني لابد من هنا على بالك الان في الجزائر مثلا ننظر نمط المحامي انه يلبس الجبه ويروح يترافع في المحكمه وانه دوره يبقى في المحكمه وما يخرجش ولكن في اوروبا وفي الدول منا هذا استثناء المحامي ديالو كابيني دافير بالضبط كاين التخصص المحامي في المكتب نتاعو ويمارس اشكال وانماط من المهنه وهذا ما نحن نطالب به ونطوره هذا يتطور عن طريق نعم. الاختصاص وبالتالي يعني حاليا بالك في الجزائر كاينه 46 الف محامي نعم في تونس موجودة 8000 محامي وفي المغرب 12000 محامي تشوفي العدد الكبير جدا من المحامين هذا نظرا لأن كلية الحقوق في كل سنة يتخرج منها عدد معتبر كبيرة نعم. وما يلقوش وين يروحوا يعني منظمة المحامين احتضنتهم نعم وراه تكون فيهم خليني سأصل إلى هذه النقطة فيما بعد من الانتقادات أيضا اللي وجهتها أسرة الدفاع لقانون المحاماة ساري المفعول وأيضا حتى ليكم في مجلس الاتحاد الذي يعني وافق على صياغة المادة التي
تسمح بتفتيش مكاتب المحامين في غياب نقيب المحامين، إذ يكفي اختاره فقط سواء حضر أو لم يحضر النقيب يتم التفتيش. هل سيتم تناول هذا المشروع في التعديل القادم قيد التحقيق؟ نعم، نحن نطالب بتعديل، يعني هو قبل كاين نقاش سنة 2013 فيما يتعلق بتفتيش مكتب المحامي. نعم، المكتب المحامي فيه ملفات أسرار الناس فعلا، كي يحضر النقيب أو مندوبه هي ضمانة لأسرار الملفات فعلا. وقع نقاش أنا ذاك يقول لك لو كان خطره نقيب ومندوبه ما يحضرش هو الحل. نعم، وتكون أمور مستعجلة تستوجب تفتيش. أولا تفتيش يقوم به قاضي. هما قال لك تبليغه في القانون القديم، تبليغه مدى تبلغ النقيب أو المندوب حضر أو لم يحضر يتم التفتيش. نحن نطالب أيضا لابد من حضوره أو على الأقل حضور محاميين آخرين لازم يحضروا، لأنها ضمانة، وهذه الضمانة هذه ليست امتياز المحامي وإنما هي لفائدة حماية سرية الملفات تاع المتقاعد. نعم، بالفعل هناك خلل في هذه المادة ونحن نسعى إلى معالجة هذا الخلل. طيب أستاذ أحمد، المواطن لا يكون مخيرا في حياته عندما يذهب إلى الطبيب أو إلى المحامي. المرض يجبره على الذهاب إلى الأول، والمشاكل قد تطرأ فجأة وتجبره على الذهاب إلى الثاني. وهنا تطرح مسألة الأتعاب، أتعاب المحاماة، هناك من يقول أنها مرتفعة. ما تعليقكم وما هي معايير تحديد أتعاب المحامي؟ وهل تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والإنسانية للمتقاضين؟ الأتعاب نتاع المحامي من الناحية القانونية هي أتعاب حرة تخضع للتفاوض بين المتقاضي والمحامي. نعم، حسب طبيعة كل قضية، حسب المساعي اللي يقوم بها المحامي. نعم، مثلا قضية في بشار، من البشار المحامي يتنقل أكيد، يبيت في الفندق أكيد، يذهب عدة جلسات حسب طبيعة، حسب إذا كانت قضية شائكة جناية أو جنحة فعلا، أو قضية مالية أو عقارية معقدة يبذل فيها المحامي جهد في البحث فعلا. إذن هي من الناحية القانونية حاليا لا يوجد هناك تسقيف لهذه الأتعاب، بل هي تخضع للتفاوض. وإذا وقع اختلاف في وجهة النظر بين المتقاضي والمحامي، لهنا يدخل النقيب ويحدد الأتعاب، نقيب المحامين باعتباره رمز من رموز المهنة أكيد، يطلب الملف ويشوف ما هي، يطلب يطالع الملف يشوف ما هي المساعي التي بذلها المحامي. هل فعل تنقل، هل قدم أبحاث، هل يعني حول قضية معقدة ماشي معقدة، طولت ما طولت، ويحدد الأتعاب. هذا موش مشكل حاليا، يعني تقريبا ما أنا كنقيب لم أصادفه إلا في حالات استثنائية جدا. مشكل حاليا المطروح عندنا أبنائنا هذو اللي راهم في المحاماة اللي جاوا جدد يتوكلوا بأتعاب زهيدة فعلا، ما عندهمش مساكن، يسكر المكتب بتاعه وبالتالي يولي يقبل بمقابل زهيد، يقبل بأتعاب زهيدة نظرا لأن يعني الشح نتاع القضايا والعدد المتكاثر، وهذا المشكل اللي رانا نعانيه منه. خاصة أن هذا العدد يأثر على التكوين وأيضا يؤدي إلى تزايد الأخطاء المهنية فعلا. ظن حاليا كاينين المحامين ربما ما عندهمش في الشهر ما يديرش الحد الأدنى للأجور فعلا، وهذا مشكل قدير جدا كبير. وأكثر من هذا يعني الفئة هذه راهي مظلومة، في مثلا كيروح يدير ملف نتاع عدل يقولوا له أنت محامي ما عندكش الحق حاليا باش يحصل على سكن. ايه، ومن هنا وجه يعني نداء للسلطات العمومية، ابنائنا المحامين حاليا خاصة الشباب اللي مازال خاصة الشباب ما صنعوش اسم لونساج ما يمدولهمش. نعم، متخرج من الجامعة الجزائرية. نعم، يدير ملف نتاع عدل ما كانش. نعم، راهم يعانيو فعلا. النظرة التقليدية اللي كانت سائدة سابقا بأن المحاماة مهنة مربحة زالت فعلا حاليا، يعني راهي تقريبا
تكاد أن المحامين في كل مرة يخدم عام زوج ومن بعد يفشل يدير إغفال. إذن يعني لابد من الأخذ بالاعتبار الظروف الإنسانية والقاسية التي يعاني منها المحامي. طيب لاحظنا أيضا في الأونة الأخيرة أنت على ذكر معاناة المحامين أن العديد من المحامين أصبحوا يعزفون عن المشاركة في برامج إعلامية بسبب الحظر المفروض عليهم من طرف منظمات المحامين التي يعني ينتسبون إليها، وفي حالات يعني حرموا حتى من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. ألا يعد هذا تغييبا لدور المحامي في المجتمع، منعه من الإسهام في خدمة عمومية وإبداء رأيه في قضايا مجتمعه مثلا؟ هو من الناحية القانونية حق المحامي في المشاركة في الحياة السياسية والإعلامية مكفول دستوريا. نعم. لا يستطيع أحد أن ينزع، بالعكس احنا نشجع المحامين أن ينخرطوا في الإعلام. الشيء اللي يمنعه القانون هو الإشهار. نعم. عندما مثلا يجي واحد في أن بلاطو دو تيليفزيون، نعم، ويدير الإشهار نفسه. صح. هذه فعلا خطأ. فعلا. لأنه لهنا يبرون دو لافونتاج. بالضبط على بقية زملاء. هذه أولا. اثنين، كاين مشكل آخر فيما يتعلق بالاستشارات القانونية. نعم. تبعنا في بعض لي بلاطو واحد موش أهل ويقدم استشارات قانونية، هذا خطأ. فعلا. في نظام المحاماة النظام الداخلي أولا الاستشارة تعتبر من أسرار الناس، تقدم في مكتب المحامي. لا تقدم على العلن. لا تقدم على المواطن. ياخذ الملف نتاعه ويدخل المحامي، يدخل المكتب نتاعه ويغلق الباب ويشرح حالته والمحامي يقدم له رايك فعلا. والراي هذا اولا ينجم يكون شفاهي او مكتوب فعلا. وثانيا الاستشاره القانونيه تكون اذا لم ترفع القضيه امام القضاء. نعم. وبالتالي قانون المحاماه يمنع الاشهار، نعم، ويمنع تقديم الاستشارات القانونية على الهواء بصفة علنية، لأنها تفضح أسرار الناس وقد تكون يعني ركيكة، قادر واحد موش متمكن فعلا موش متمكن في ميدان معين، في موش متمكن في العقاري، في الجنائي فعلا، في أمور المالية، ويقدم آراء والمواطن أخطأ. اللي يتفرج في اللي يشوفها ياخذ بها، ياخذ يقول لك شوف هذاك المستوى نتاعه انسان موش متمكن ويقدم استشاره. إذن الشيء الممنوع هو التشهير او الاشهار وكذلك الاستشارات القانونيه، اما الباقي ما كانش ما يمنع. طيب هناك ايضا بعض المنظمات تمنع المحامين من التدريس في الجامعه، أين دور المحامي فكريا وتقديم خبرته العملية للطلبة في الجامعة؟ لا توجد الجامعة. في اعتقادي سيدتي الفاضلة لا توجد أي منظمة تمنع المحامي من التدريس. حاليا القانون حاليا يسمح للأستاذ الجامعي أن يكون محاميا، هناك تواصل بين الجامعة وبين المحاماة، يعني يقدر يمارس المهنة. نعم. ويدرس في نفس يمارس المهنة ويدرس، وإن كان على كل حال ربما في بعض الأحيان وهي قليلة من الأساتذة اللي على كل حال في بعض الأحيان يفضلوا المحاماة عن التدريس، هذا خيارهم، ولكن لا يوجد نص قانوني يمنع. ونحن نعتز بانتمائهم للمحاماة وقدموا يعني خدمات جليلة لمهنة المحاماة، وقدموا خدمات في التكوين. نحن نلجأ إليهم في تكوين المحامين. صح. نحن نلجأ إليهم في الملتقيات. نحن نلجأ إليهم في الكثير من الأحيان، وبالتالي نعتز بهم وراهم موجودين بيننا وراهم يمارسوا، ولا توجد منظمة منعتهم. طيب. من ممارسة المهنة. طيب أستاذ أحمد، ولا يوجد أي اتجاه لدى مجلس الاتحاد لمنعهم مستقبلا في التعديل من الجمع بين التدريس ومهنة المحاماة، ما كانش الاتجاه. طيب. أستاذ ساعي، أنت قدمت رقم 46,000 العدد الإجمالي للمحامين الجزائريين المسجلين في الجداول. هل هناك تشبع اليوم؟ أكثر من تشبع. نعطيك مثال. في مدينة ليون الفرنسية اللي نحن في مشروع، رانا ندير مشروع توأمة معها، نعم، عندهم 1200 محامي، نعم، ومدينة سطيف 1200 محامي. هل مدينة سطيف أكثر من مدينة ليون سكانيا واقتصاديا؟
ابدا. وكل مهنه هذه لازم تكون واقفه على رجليها، لازم محامي يكون متكون. نعم. لازم محامي يكون متكون، اما اذا كان غير متكون وغير متمكن صح. من ناصيه المهنه فانه يصبح يسيء للمهنه، يسيء للمهنه وللعداله ايضا. وللعدالة رانا نشوفوا فيها في العرايض حاليا فعلا. تلقى يعني باش المواطن نعم. يمد الامانه نتاعو للمحامي اللي ما يدرسهاش واللي ما يبوش متمكن. صح. على بالك باللي المحكمه، محكمه حقوق الانسان الاوروبيه واش نصت؟ نعم. نقضت احكام وذكرت بان تقاعس المحامي او تقصير المحامي في الدفاع تنقض، يعتبر وجه من اوجه النقض، تنقض لان عندما تطلع الملف نعم. وتلقى المحامي قصر تنقض آليا وتحمل المحامي المسؤوليه المدنيه والمسؤوليه التقصيريه على الدفاع. اذا احنا ما احناش نغلقوا الابواب، وانما المهنه هذه هي ماهيش تجاره. صح. الجماعه اللي راهم يفكروا باللي كيجي المحامي تربح راهو غلط. صح. راحت هذيك بكري دوك الاماكن للتخصصات الشركات نتاع المحاماه للتكوين العالي من اجل رفع المهنه، اذا لابد من تكوين، ولهذا نظن باللي المدارس تاع المحاماه اصبحت مريحه جدا. على ذكر التكوين، ينتظر الطلبه الحاصلين على شهاده الكفاءه المهنيه للمحاماه الراغبين في الالتحاق بالمهنه فتح دوره التكوين اللي طال امدها اليوم، متى تفتح هذه الدوره؟ ام امام حاله تشبع ليس الان؟ احنا حاليا مازالوا ما خلصوش 16 يعني حاليا نعم. منظمات كيما منظمه البويره يوم الاربعاء باش تخرج دفعه باش كملوا. نعم. مجلس الاتحاد مازال ما خلصش، الناس ما خلصتش، ونزيدوا ندخلوا دفعات اخرى. دفعات هذه لازم توفير اسباب تكوين فعلا، لازم صح. يعني موش ندخلوهم هكذاك ونتركوهم في الشارع ومن بعد مده يلبس الجبه ويرافع ويدافع ومن بعد يغلط. لا، لحد الان مجلس الاتحاد كما تعرفوا في النظام الداخلي ان قرار فتح التكوين او التدريب لا يكون الا بقرار بين مجلس الاتحاد، ومجلس الاتحاد لحد الان لم يتخذ قرارا في هذا الشيء. هل هذا يعني ايضا انه مسابقه الحصول على شهاده الكفاءه المهنيه للمحاماه هي ايضا ما تزال بعيده؟ لحد الان راهم يديروا في الامتحان. نعم. كان مسابقه انتهت وقد كانت ناجحه جدا. نعم. ولحد الان راهم يديروا الامتحان، يعني لحد الان الناس اللي راهم يدرسوا في الجامعات الحقوق حوالي 11 جامعه راهم يدرسوا لنيل شهاده الكفاءه المهنيه، لحد الان مازالوا لم يتحصلوا عليها. نعم. يعني احنا الناس ما تحصلوش عليها ونجيبوا الاخرين ارواحوا. فعلا. لا، لابد من عقل هنا، ولازم الناس يفهموا باللي امور هذه تاع العداله تمس يعني بحقوق وحريه الناس، لابد من التريض ولابد ان من تكوين الجيد للطالب او للمحامي المتربص. احنا تكلمنا على نوعيه التكوين اليوم اللي هي تعاني كثيرا للاسف، واحنا نشوفوها في المحاكم وفي الميدان واداء المحامين وطريقتهم في تحييه العرائض تاعهم وغيره. نعم. يعني الان هل مثلا اعتماد الالم دي، هل شهاده ليسانس وحدها كافيه؟ هل الالم دي اللي هو 3 سنين زائد سنتين تكوين يكفي؟ هل يعني نواصلوا يعني الاعتماد على الجامعه في التكوين، ام ضروره احداث المدارس اليوم المتخصصه لتكوين المحامين؟ سيدتي الكريمه طرحتي حطيتي الاصبع على الجرح. فعلا. هو التكوين القاعدي للجامعة الآن رديء جدا، يسمحوا لي. نعم. راهم يجيو لنا ونشوفوهم. صح. واحد متخرج من الليسونس في الالام دي ما يعرفش يدير طلب للانتساب للمهنة. لماذا؟ التكوين هذا أولا فيما يتعلق بالنظام الالام دي هذا. نعم. نظام فشل. وأنا طلبت بصفة رسمية. نعم. وبعث رسالة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. نعم. يرجع فيه. بكري ربع سنين ومش كافية. دوك يقيسوا هكذا ومن بعد يجيك. صح. حتى طريقة التفكير نتاعو ناقصة، هذه أولا. صح. اثنين، الكارثة الكبيرة اللي موجودة فيما يتعلق بالحقوق. نعم. الحقوق هذه تخرجوا منها القضاة فعلا والمحامين ورجالة الدولة يطلبوا منهم الحد الأدنى 10 على المعدلات. يعني معدلات يعني اللي يفشل ما يلقاش وين يروح يروح الكلية الحقوق، ومن بعد تنتج لك المصايب اللي رانا نشوفوها. اذا انا كما درست في الجامعه. نعم. من المدرسه القديمه كانوا يشترط لنا 12 في الفلسفه من اجل الانتساب الى كليه الحقوق. نعم. لان كليه الحقوق سي كوا؟
سي دي ماتيماتيك رياضيات بالضبط. لازم واحد يعرف يفكر فعلا. تعود ما يعرفش يفكر كيفاش من بعد تكون عنده المنطق في التحليل وفي ريزونمون اكسترا اكسترا. اذا بهذه المناسبه لا ما نرجعوش حنا لا لام ديالي ولا القران فيها والو، كي نرجعوا لها من اجل مصلحه الطالب ما فيها والو، موش كي درناها اننا نتمو فيها خاصة في تخصصات مثل الحقوق. نعم بارفوا نعم. مولاه لازم يحبس ويفكر ويدير اناري ويشوف روحه وين راهو رايح. فعلا هذه اللام دي هذا راهو كارثه على الطالب نعم. وعلى المستوى نتاعو. اثنين فيما يتعلق بالمدرسه، لو كان تنشا مدرسه ايضا دوك حاليا القضاة يديروا ربع سنين تكوين. نعم ربع سنين تكوين بينما المحامي في كابا يدير عام. فعلا عام واش يفهم ما يفهمش غير كذا. اذا لابد من تكوين. ولكن كاينه نقطه اخرى لازم نفكروا في المستقبل كما راهي في الدول الاوروبيه، التكوين المستمر للمحامي يصبح اجباري لان القوانين متغيره فعلا باستمرار، وبالتالي لابد من التكوين المستمر كما الطب. الطبيب حاليا لابد من تكوين مستمر لان الامراض تتطور والادويه أكيد. نفس الشيء بالنسبه لابد من احداث التكوين المستمر ويكون اجباري من اجل يعني على كل حال رفعه المحامي أكيد لأنه وتكوينه وكفاءته. لانه التكوين المتواصل اليوم والتخصص في مهنه المحاماه تحديدا يعني اصبح مطروح بحده، سواء في حتى بالنسبه للقضاة ايضا لابد من تخصصهم اليوم. الجرائم الالكترونيه اصبحت حقيقه قائمه. القضايا الاقتصادية أستاذ أحمد ساعي أصبحت أكثر تعقيد وأيضا أكثر تكلفة، خاصة تلك التي تمر مثلا عبر التحكيم الدولي. يعني السنة القادمة راح يدخل إجراء الدفع بعدم الدستورية حيز نعم. النفاذ أمام المحاكم نعم. والمجالس القضائية. وبالتالي ماذا عن برامج التكوين اليوم على مستوى المنظمات الجهوية؟ احنا على كل حال يعني اولا فيما يتعلق بالجرائم الالكترونيه هذا خطر حقيقي فعلا. على المجتمع الجزائري وعلى الدوله الجزائريه. حاليا نظن باللي قريت في الخبر في جريده الخبر بان الجزائر ثالث عربي مستهدفه في القرصنه. في القرصنه الجرائم الالكترونيه لازم الجزائر الفوك لاجيري سوا اوتي، لازم وسائل لي مويان تقنيه باش تحاربها. فعلا دوك تشوفي مثلا لو درام اللي راهم داروا الفيسبوك هذا فعلا راهو يرتكب جرائم. كاين جرائم نتاع قتل سببها الفيسبوك. فيسبوك كاين التهديد بالتشهير. كاين واحد يصور واحد في الشارع نعم في العرض وبعد يهدوا ويركب له. اذا لازم المشرع تكون عنده وسائل قويه من اجل محاربه، وكاين القرصنه ايضا. اذا الجرائم الالكترونيه هذه من الامور اللي تهدد ولا تهدد المجتمع. تسمحوا لي دوك يعني كي تشوفي في حاشا اختي الفيسبوك هذا ولا بوبال فعلا. يعني كل شيء فيه لا، احنا مع التواصل الاجتماعي لانها وسائل تاع تثقيف وتبادل الاراء، اما باش يولي وسائل تاع قذف اكيد وسب وشتم وشتم هذا غير مقبول، خاصه أبداً. انه ادى الى ارتكاب جرائم تاع قتل نعم. كاين قضايا في العداله القتل الدافع لها هو جرائم تاع الفيسبوك نعم. طيب الوقت يمر بسرعه استاذ، خليني نزيد نثير نقطه اخرى اللي هي تخص المنظمات الجهويه للمحامين. احنا عندنا تقريبا 20 منظمه 21 حاليا نعم. تضمن يعني بعضها يضمن ربع مجالس قضائيه كامله. نعطيك مثلا مثال تاع منظمه البليده اللي تضم الشلف وتضم عين الدفله وتضم تيبازا وتضم البليده، في حين انه منظمات اخرى تضم مجلس قضائي واحد او مجلسين. هذا من جهه. من جهه ثانيه لما نهزوا مثلا مثال تاع محكمه شراقه اللي قريبه جدا من العاصمه نلقاوها تتبع الى مجلس قضاء تيبازا، وبهذا التبعيه يصبح المحامي ايضا تابع الى منظمه البليده. هل يعني من المعقول ان نلحق المحامين بمنظمات تبعد يعني عن مقر العمل بالاف الكيلومترات؟ ولكم في ذلك المثال تاع تمنرست. يعني سؤالي ما هي الإجراءات المتبعة اليوم في تأسيس منظمات المحامين؟ أما أن الأوان لإعادة النظر في تنظيم هذه النقابات وجعلها أكثر انتشارا خاصة والجزائر يعني قارة؟ هل من مشروع لاستحداث منظمات جديدة؟ هل تم يعني الاتحاد سبق له وطرح على الوزارة مسألة إعادة النظر في الخريطة القضائية؟ بالفعل يعني المشكل هذا موجود صراحه. يعني ما كانش توازن، كاين خلل، ومجلس الاتحاد راهو يفكر خلال العوده هذه باش ينظر في القضيه هذه بجديه. حاليا القانون يقول لك
أي مجلس قضائي فيه 600 محامي ممارس يستطيع إنشاء منظمة جهوية. هناك منظمات ما قدمتش طلبات، هي لازم من الناحية القانونية كلمتيني على البليدة في 4 مجالس، لازم مجلس منظمة تاع البليدة يقدم طلب لمجلس الاتحاد اللي يتداول ويقدمه. كاين منظمات ما قدمتش، وإنما لابد من تفكير من أجل، كاين هناك تفكيرين. كاين النظرية تقول لك لابد من كل مجلس قضائي تكون نقابة. وكاين نظرية أخرى تقول لك هذا يعتبر تفكيك وإضعاف للمهنة. لابد من إيجاد توازن. أنا نظن باللي تقوية الاتحاد وإعطاء سلطات واسعة على يعني او ديتريمون دو لانديبوندونس دي بارو، ربما تكون أحسن، لأن اللي فايدة المهنة. وإنما المجلس الاتحاد سوف يفصل يدرس هذه الإشكالية ويجد توازنا في المستقبل فيما يتعلق بعدد المنظمات في العهدة هذه اللي مر عليها عام حاليا إن شاء الله. نعم. طيب كيف تقيمون تعديل القوانين ذات الصلة بالعمل اليومي للمحامي، مثلا قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا قانون الإجراءات الجزائية؟ لأنه لما تخرج النصوص إلى الميدان وإلى التطبيق هل تبقى يعني بنفس القيمة النظرية؟ هو قانون الإجراءات المدنية والإدارية نحن طالبنا بتعديله فورا. وهناك لجنة تشكلت في وزارة العدل وحضرها الدفاع المحامين وقدمت اقتراحات مستعجلة، لأن قانون الإجراءات المدنية الحالي أسس مظالم خطيرة جدا وأدى إلى تقريبا غلق باب القضاء في وجه المواطن. بتكاليف عالية بشكليات غير مبررة. شكليات هذه وشن هي الشكليات؟ احنا قريناها بكري وموجودة في الفقه. هي أن القاضي تبين له طريقة إدارة الدليل. وليست هذا حاليا أكثر من 40-50% رفض الدعوة شكل. وهذا غير صائب، هذا ليه ان بروبلام. القاضي لازم يفصل في الخصومه بالعدل والانصاف. اذا كان كل شكل في القضاء الاداري ينظر في الموضوع. في القضاء الاداري شكل. وبالتالي تاسست لجنه وقدمت اقتراحات. هناك حوالي 100 بند لابد من تعديلها مستعجلا، لان المواطن تضرر من ذلك كثيرا. ونحن ننتظر في أن وزارة العدل نظن عن قريب رايحة تقدم مشروع البرلمان فيما يتعلق، لأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية حاليا أسس إلى مظالم خطيرة جدا. صور أنت مثلا واحد يدير طعن بالنقص قادر يسها، بدلا من يدير أصل تاع قرار يدير صورة منه رفض الطعن شكلا، وقادرة تروح له، قادر يكون مضار افيك دي مليار. صافي غراف. احنا قلنا الدور الايجابي للقاضي. ما يعني واش اللي يمنع المستشار تاع المحكمه العليا اللي يطلب من الطرف يقول له هات اصل؟ يعني هذه اعطيت ليكزومبل، هذا مثال. هل فيه تنسيق في هذا المجال بين مجلس الاتحاد ووزاره العدل؟ حاليا موجود تنسيق، موجود تعاون حاليا. ونحن نجتمع بصفه دوريه مع وزير العدل حافظ الاختام، وكاين حوار ما بيناتنا، وكل المشاكل تحل عن طريق الحوار. على المستوى المحلي رؤساء المجالس والنواب العمون يجتمعون شهريا تقريبا بنقباء ومندوبهم، ويتم حل الإشكالات. حاليا نعم موجودة. ولكن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنا نظن باللي نوجه من يعني نداء لوزير العدل لحد الآن راه مركز المجهود نتاعو على الجانب الجزائي اللي يمس بالحريات ويعتبر مستعجل. ولكن أيضا قانون الإجراءات المدنية والإدارية راه أسس مظالم يعني لا يمكن الاستهانة بها، مما أدى إلى غلق التقاضي في وجه المتقاضي. لذا نحن نطلب عرض نتائج اللي توصلنا لها. درنا إجماع في وزارة العدل، نتائج اللي توصلنا لها يعرضها على البرلمان من أجل التعديل الفوري لبنود هذا القانون. طيب أستاذ أحمد ساعي، ضمن قانون المالية 2018 المادة 119 التي تنص على إنشاء دمغة مهنية تسمى دمغة المحاماة، يتعين على كل محامي إلصاقها بالعرائض القضائية ورسائل التأسيس تحت طائلة عدم القبول. أعتقد أن هذه المادة لم تجد يعني طريقها إلى التطبيق لحد الساعة. ما هي الأسباب؟ يعني ألا ترون أن الدمغة ستضاعف أعباء المتقاضين؟ يعني المتقاضي هذا يدفع مصاريف القضائية ويدفع مصاريف المحضر ويدفع أتعاب المحامي وغيره. أولا
النص التنظيمي المرسوم التنفيذي نعم راهو قيد الدراسه في وزاره العدل وحنا شاركنا في وزاره العدل وزاره الماليه وراه قيد الدراسه وربما يعني راه في طريقه الى الصدور هذا فيما يتعلق بالامور التنظيميه نعم دمغه هذه سي كوا هذه مش بدعه درناها احنا موجوده في فرنسا موجوده في تونس موجوده في المغرب في مصر الى اخره باش نبسط لك الامر الموظف انت راكي اطاره لهنا تستفادي من الخدمة الاجتماعية عن طريق اقتطاع صح 2.5% الخدمة الاجتماعية المحامي موش موظف صح دول منا ومنا داين صندوق دول منا قالت دارت صندوق صندوق راه موجود الاحتياط الاجتماعي موجود ولكن كيفية تمويله عن طريق الدمغة صح الدمغة هذه هي صورة مثلى للتضامن بين المحامين نعم. تعرفي مثلا المحامي الآن كي يمرض عندما ما تكونش عنده قضايا ما يسلكش صح. الموظف يسلك المرأة المحامية الحامل عندما توضع حملها تبقى قادرة تكون لا روتريت دو لافوكا مانتونو يدي 15% 15000 دينار ايه لاكازنوس دمغة هذه ديرو اون روتريت بليس اللي يمرض تساعدو اذا هي خدمات اجتماعية وعندها نظام عندها نظام وهذه صورة للتضامن بين الزملاء وراهي ناجحة في مصر في لبنان في المغرب احنا رانا متأخرين لهذا طلبنا من الحكومة والحكومة على كل حال أدرجتها في قانون المالية ولكن بعد جهد جهيد هي مش حاجة سهلة وهذا الشيء مجلس الاتحاد داروا اقتناعا منه باش يوفر الخدمات الاجتماعية للمحامين لأن ستيم بروفيسيون هذه السبرو اون شارج بدلا مثلا الحكومة تقول لك ما نمدلكش احنا اون سبرو اون شارج هذه الدمغة هذه يدفعها المحامي وليس المتقاضي نعم ممنوع باش يدفعها المتقاضي يدفعها المحامي نعم. محامي يشري ان تامبر ايديتي بار لينيون احنا اللي نطبعوه نعم ويلصقوا في العريضة نتاعو ويدير الكاشي والعائدات نتاع التامبر تروح للصندوق والصندوق عنده نظام كيف يوزع الخدمات الاجتماعية على كافة المحامين نظن باللي هذه بشرى للمحامين خاصة ذوي الضعف ذوي الدخل الضعيف ولازم ما نكونوش أنانيين لازم هذا هي التضامن نتاع المهنة وهذا التضامن حاليا يعني راه سيمة كبيرة جدا في جميع المهن وخاصة مهنة المحاماة سؤالي الأخير أستاذ أحمد ساعي في السنوات الأخيرة ظهرت مكاتب الاستشارة القانونية واللي تكاد تقوم بنفس أعمال مكاتب المحاماة ما موقف الاتحاد من هذه المكاتب وما هي الإجراءات لحماية مهنة المحاماة اليوم؟ المكاتب هذه راهي تنشط حاليا في الجزائر بصفة غير شرعية بصفة غير شرعية هذا خطير نعم دير الريجستر دو كوميرس وتستقبل خاصة في الميدان الاستثماري والجبائي والمالي نعم ومكاتب أجنبية وطيح اللي جروس أونتربريز نعم بينهم شركات عمومية اللي ما جزائرية اللي تروح المكاتب الأجنبية وتخلي المحامي الجزائري وتقدم استشارات وتسلك فيك دو جروس اون ديفيز بمبالغ ضخمة بمبالغ ضخمة وتخدم تقريبا بطريقة غير شرعية وإذا رفع الأمر القضاء المكاتب هذه تروح توظف محامين اللي عندهم على كل حال لاغريمون تاعهم الكابيني وتخدم هي العرايض والمحامي سي ديغرادون المحامي يدير الكاشي نتاعو حنا نحن نطالب الحكومة باش تنظر لهذه المسألة هذه هذا شيء خطير جدا لأنها تخدم الاستشارات القانونية هي اختصاص أصيل للمحامي نظام داخلي وقانون المهنة يقول هكذا وإنما نشطت واحد الوقت وصل بها الامر انها تنشط عليك ريجستر دو كوميرس يروح تقدم طلب للسونتر دو ريجستر دو كوميرس تحصل على وتكتب سجل تجاري سجل تجاري وتعلق لوحه تعريفي بلاك تبدا تخدم احنا رانا ضدها وطلبنا العديد من المرات ودرنا مداولات لوزاره العدل وزاره العدل راسلت وزاره التجاره باش تعاود لا نومونكلاتور نتاع هذا الشيء هذا ونحن ننتظر الرد وانما هي مكاتب غير شرعيه من الناحيه القانونيه أستاذ أحمد ساعي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين سعدت جدا باستضافتك هذا المساء شكرا على هذا الحضور المفيد جدا في بلاتو حوار الساعة بالتلفزيون العمومي شكرا لك سيدتي وأنا أيضا ممتن وسعيد جدا بهذا اللقاء
ونظن باللي عقبنا فتره شيقه وتناول فيها تناولنا فيها جميع المواضيع بكل صراحه. بارك الله فيك، شكرا، وشكرا لقناتكم المفضله. انا الشاكره لك استاذ احمد، شكرا لكم انتم مشاهدي ايضا في كل مكان، شكرا لصبركم على نقاشنا هذا المتخصص نوعا ما في المجال القانوني، شكرا لزملائي العاملين معي هذا المساء، اسعد بلقائكم الاسبوع القادم بحول الله تعالى في عدد جديد وضيف جديد. الى اللقاء. يعطيك صحه صبح، يخليك.